مشاهدينا الكرام وسعدتم صباحا، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية، قرارات هامة ضمن التزامات الدولة بتعزيز مكانة العمال وتحسين قدرتهم الشرائية، قرارات تجسدت اليوم مكاسب تعدد ليعاد على ضوئها تثمين الأجور مع ثابت الحفاظ على الدعم الاجتماعي ضمن مناخ تشاوري تشجع فيه المبادرات المدرة للثروة، بطاقة والشفاء لفائدة الشباب المستفيد من منحة البطالة مكسب هام آخر، تقول آية دحوة. لطالما كان ولا يزال الطابع الاجتماعي أحد ركائز السياسة الوطنية، والذي يظهر جليا من خلال استعداد السلطات العمومية الدائم للاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين بغية دراسة مطالبهم الاجتماعية والمهنية في ظل احترام القانون. احنا كقطاع يعني من خلال كل الهيئات التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مع كل المواطنين وأبوابنا مفتوحة وأذاننا صاغية. وبما أن الشباب أولوية لدى الدولة، اتخذت عديد الإجراءات لدعم هذه الفئة كتأسيس منحة البطالة ودمج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي. أكثر من 500,000 شاب اللي استفاد من هذه المنحة، والعملية مستمرة ليكون موعد 28 أفريل كذلك لعدد معتبر اللي ممكن يلحق حتى المليون شاب. إضافة إلى هذا توزيع بطاقات الشفاء للمستفيدين من منحة البطالة ولأكثر من 5,000 بطاقة. كما تعرفوا عملية الإدماج المهني يتم التكفل بالمستفيدين من هذا الجهاز على مستوى قطاع التربية في غضون هذا شهر ماي. الحمد لله اليوم يعني جينا ولقينا يعني تسهيلات، والحمد لله هاني هزيت لاكارت شفاء. دفعناها في وقت قياسي، في ظرف يومين تحصلنا على بطاقة شفاء. شغل نشكر الدولة على الرقمنة هذه اللي وصلنا لها اليوم. اللهم لك الحمد يا ربي، ونشكر الرئيس الجمهورية على هذا اللي راه يقوم بها الشباب البطال. اليوم جينا الحمد لله، كانت إجراءات يعني سهلة، ما لقيناش صعوبات كبيرة الحمد لله. كما يقولوا يعني مع الجزائر الجديد هذا راه متفائلين الخير إن شاء الله. تدابير أخرى تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن، كزيادة المؤشرات القاعدية لشبكة الاستدلالية، زيادات في معاشات المتقاعدين، ورفع التجميد عن المؤسسات والمصانع التي كانت متوقفة. رفع النقطة الاستدلالية وكذلك فئة المتقاعدين، هي فئة يعني حساسة وهشة، هذه الفئة الهامة من المجتمع، يعني رفع من معاشاتهم واللي ستكون إن شاء الله من ابتداء من شهر أول ماي المقبل. دفع المؤسسات والمصانع اللي كانت متوقفة من خلال إعطاء تراخيص ودفعها ودفع وتيرة التنمية لأنه خلق مناصب العمل. استراتيجية الدعم الحكومي هذه تسهم في تخفيف العبء على محدودية الدخل وتحسين القدرة الشرائية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بعد جائحة كورونا. وإجراءات منح رخص الاستغلال للمشاريع المجمدة بولاية برج بوعريريج مكنت من استحداث مناصب شغل لأبناء المنطقة، موازاة مع تواصل عملية الإدماج المهني والاجتماعي. نور الدين بن عبسة. حركية دؤوبة تشهدها المناطق الصناعية ببرج بوعريريج، وتعداد العمال في تزايد بعد تحريك وتيرة النشاط الاقتصادي باستحداث مناصب شغل جديدة. أنا كنت عاطل عن العمل، والحمد لله يا رب العالمين، يعني ما كانتش مدة كبيرة أنه قبلوني هنا في الشركة ومديت وش نعرف وكنت في المستوى. بعض المؤسسات الصناعية استثمرت في الرقمنة والموارد البشرية والكفاءات المؤهلة، ورفعت سقف الإنتاج ووفرت مناصب شغل. علقت الشركة ذي نافتة تاع 200 خدم، حقنا حطينا نسيبية تاعنا، عيطونا بار تليفون. وهناك من استفاد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في مناصب دائمة. في بداية كانت ما كانش منتظر الإدماج وكذا، ولكن تحقق الحلم إن صح التعبير والحمد لله. منحة البطالين طالبي العمل المبتدئين تخطت مرحلتها الأولى، وكريمة سلمت لها شهادة الاستفادة لتلتحق بالركب.
ما صدقتش مع الاول. مي اختي جات سجلت عادي وقالت لي راني الحمد لله وفرحت وقالت لي راني استفدت. اي مال انا قلت انا ثاني ندير هذه المبادره. بالنسبه لمنحه البطاله حوالي 9000 تم صب لهم هذه المنحه من مجموع اجمالي 10444. بالنسبه لمنحه النشاط الاجتماعي احصينا ما يفوق 3000 مستفيد. هذه الفئه سوف يتم تحويلهم الى التعاقد بالتوقيت الجزئي. بالنسبه للقطاع الاقتصادي تم توظيف خلال الثلاثي الاول من هذه السنه 2900 طالب الشغل. جهود تبذل لرفع العراقيل وكسب رهان التشغيل. في موضوع آخر، ولأول مرة نقل أمسية تلفزيون الجزائري صلاة الجمعة مباشرة من مسجد باريس الكبير بفرنسا، مبادرة أشاد بها الإمام عبد الرحمن صدوق داعيا جموع المصلين إلى اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان بالدعاء والعبادة وفعل الخيرات. سعيد حمزة نذيرة. على قيمة شكر النعم، ركز إمام مسجد باريس أكبر مساجد فرنسا في خطبتي الجمعة، خطبة نقلت على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون الجزائري، وخصص التذكير بنعمة رفع الوباء الذي حرم المسلمين من أداء الشعائر ونعمة العشر الأواخر من الشهر الفضيل. لقد جرت العادة في البلدان الإسلامية أن تنقل خطبتي وصلاة الجمعة عبر قنواتها الرسمية انطلاقا من مسجد من المساجد، وها نحن اليوم بفضل الله قد سنحت لنا الفرصة أن نشارك إخواننا شعائر صلاة الجمعة من مسجد باريس الكبير عبر قنوات التلفزيون الجزائري العمومي بمبادرة من رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، الذي نتقدم إليه بفائق الشكر والتقدير والاحترام والامتنان. وأنتم قد أدركتموها بنعمة الله تعالى في صحة وعافية، فاجتهدوا فيها بالعمل الصالح والدعاء لعلكم تصيبون نفحة من رحمة الله تعالى فتسعدوا بها في الدنيا والآخرة. مسجد باريس الذي تعاقب على رئاسته جزائريون منذ بنائه عام 1926 ينتهج الوسطية في نشر الإسلام في فرنسا، ويركز على مبدأ التسامح والأخوة ومحاربة التطرف والغلو في الدين. وفي شهر الخيرات يبرز الفعل التضامني بمسجد الإحسان بفرنسا، هذا الصرح الديني والتعليمي الذي يسهم في تربية النشء من أبناء الجالية الوطنية على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويسهر على غرس قيم التكافل والتضامن بينهم. روبورتاج عفف بالهوشات والتقرير لفاطمة الزهراء بن فرجلة. ياسين متطوع في مسجد أرجنتي بفرنسا الذي تم إنجازه مؤخرا، وعلى العموم يقوم أكثر من 200 متطوع بتحضير وجبات رمضانية وتوزيعها لفائدة 1000 شخص يوميا. المبادرة هذه تحققت بفضل إعانة من المحسنين، وللوقوف عن كثب على ظروف العمل وتحضير الوجبات الرمضانية عاين سفير الجزائر في فرنسا رفقة وفد هام مسجد الإحسان، ونظمت مأدوبة إفطار على شرف الجميع تعكس التضامن والتكافل بين الجالية الجزائرية في فرنسا. يعتبر هذا المسجد منارة معمارية متميزة، وهو يعكس التكافل والتضامن بين أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا. وأعتقد أن عمل جمعية مسجد أرجنتي هو نموذج ناجح، ولابد من الاقتداء به خاصة في مجال تمدرس التلاميذ. المسجد يضم أيضا قاعات لتدريس الأطفال، وذلك وفق أساليب تعليمية حديثة تعتمد على اللغة العربية كأولوية. يتعلم الأطفال هنا اللغة العربية وكذلك تعليم ديننا الحنيف. هدفنا أن نرتقي إلى استخدام تقنيات رقمية في كل المستويات التعليمية.
مسجد الإحسان منارة روحية تضم عدة قاعات، وهو يتسع لأزيد من 10,000 مصلي، ويؤطره إمام جزائري مؤهل. ليلة البارحة يعني صلينا صلاة التهجد والقيام، فصلى بنا يعني طفل في عمره 13 سنة، الحمد لله يعني قريب يختم القرآن. فاحنا نشجع هؤلاء الأطفال، نشجعهم أولا يعني نحرصوا على الحلقات، على عملية التحفيظ، ثم نركز أيضا على عملية التشجيع والتحفيز عبر المسابقات. هكذا هي النفحات الرمضانية لدى الجالية الجزائرية بفرنسا، والتي تحرص على التمسك بتعليم ديننا الحنيف وتوسيع العمل التضامني خلال الشهر الفضيل. دوليا، وفي ملف الصحراء الغربية، أكد الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن كل تصريح للمبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا لم ينشره بنفسه هو تشويه للحقائق. جاء ذلك ردا على مقال يزعم أن دي ميستورا يكون قد عبر عن رضاه بإعلان إسبانيا الأخير عن تغيير موقفها إزاء القضية الصحراوية. هذا وجاء تأكيد ستيفان دوجاريك ليؤيد التصريح الذي أدلى به المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، بأنه في نظر مبعوث الأمم المتحدة يجب أن يظل المسار الأممي الإطار الأنسب لتسوية الصراع في الصحراء الغربية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصل الاحتلال الصهيوني والمستوطنون انتهاكاتهم للمسجد الأقصى المبارك، ما خلف إصابة العشرات أو عشرات الفلسطينيين العزل بالرصاص المعدني وبالاختناقات. يأتي ذلك وسط قلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية. عبد الله بوزارية. يوم ثامن أسود من عمر العربدة المشتركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليهود في حرمة المسجد الأقصى المبارك. أكثر من 150 ألفا أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان رغم إجراءات العرقلة الهادفة إلى الحيلولة دون وصول المصلين إلى المسجد، رقم أرعب أجهزة الاحتلال واستفز مخزون الإجرام لديها. بسرعة انقضت قوات الاحتلال مسنودة بالمستوطنين المسلحين على المصلين الآمنين، فلم ينجوا من الهجوم الغادر إلى النساء ولا الشيوخ ولا الأطفال، وأصيب 26 شخصا بالاختناق، بينهم 9 أطفال جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز في ساحات المسجد الأقصى. استغلت أجهزة الاحتلال كل الطرق والوسائل لترهيب المصلين وترويعهم في مشهد ينم عن تصميم إسرائيلي على تحدي الشرعية الدولية وضرب القانون الدولي عرض الحائط بلا حسيب ولا رقيب. في انفجار ضرب أمس أحد بيوت الله في مقاطعة قندوز شمالي أفغانستان، هلك 33 شخصا على الأقل بينهم أطفال، وأصيب العشرات بعد دقائق من إقامة صلاة الجمعة. الانفجار الذي ألحق أضرارا كبيرة بالمسجد لم تحدد بعد طبيعته. في الرياضة، ولحساب الدور الربع النهائي إياب لرابطة أبطال إفريقيا، فاز أمس وفاق سطيف على نظيره الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 0-1 بملعب ريدس بتونس. وبهذا الفوز يضمن الوفاق تأهله إلى الدور النصف النهائي. ولحساب الدور نفسه، يواجه اليوم شباب بلوزداد نظيره الوداد البيضاوي، فحظ موفق للشباب في هذه المنافسة. هذا وتتواصل اليوم مباريات الجولة 27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وفق البرنامج التالي: أمل الأربعاء، مولودية الجزائر، هلال شلغوم العيد، مولودية وهران، شبيبة الثورة، وداد تلمسان، شبيبة القبائل، أولمبي شلفة.
ونختم بنفحات من أشهر الفضيل، حيث احتضن قصر المؤتمرات أمسية البرايم الثالث من مسابقة تاج القرآن الكريم أحيت روح التنافس بين الحافظين المجودين للذكر الحكيم تحضيرا للنهائي. البرنامج من البرامج التلفزيونية التي ترسخ قيما دينية وإنسانية بين المتنافسين. محمد عياشية. ما تمنحه الأكاديمية من فرصة لتطوير المهارات وصقلها هو فوز من نوع آخر. أنا سعيد جدا لأنني تعرفت على مجموعة من أهل القرآن الذين يتقنون جميعهم تلاوة كلام رب العالمين. أنا سعيد جدا بهذا الشرف، أنني تعرفت عليهم واحتككت بهم واستفدت منهم كثيرا الحمد لله. بالنسبة لشعوري فهو شعور كأي متسابق، مزيج بين السعادة بين الفرحة والتوتر والقلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني أمام لجنة التحكيم إن شاء الله. المستوى يعني جيد جدا وممتاز، والمنافسة على أشدها، والشعور أكيد هناك شيء من الخوف والتوتر، لكننا نحاول أن نتغلب عليه ولا نجعل خوفنا يصب إلا في الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. التفاوت النسبي بين مستوى المشاركين، لذا تعتمد لجنة التحكيم على معايير معينة في اتخاذ القرارات. المعياران الأساسيين هما أحكام التجويد. أحكام التجويد المعروفة عند أهل التخصص، المخارج الحروف والصفات، الوقف والابتداء، المدود، الغنن، المقادير تاع الحروف إلى غير ذلك. كذلك الأداء الصوتي، يعني الإنسان اللي يقرأ وهو يقرأ تحس أنه يقرأ مرتاح، يقرأ بأريحية، يقرأ بعطاه رب العالمين موهبة صوتية، يعني كل من يستمع إليه يعني يوقن أن هذا هو هكذا أنزل القرآن. وتبقى مسابقة تاج القرآن من بين البرامج التي ترسخ قيما أخلاقية وإنسانية في أذهان المتسابقين والمجتمع. التي كنتم توعدون. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، أسعد بخدمتكم في نشرة الواحدة. إلى اللقاء.